إلى صفحة متفرقات سريعة. أول صورة رسمية لكاثرين زوجة الأمير ويليام تم الكشف عنها بلندن وسط انقسام حاد بالآراء حولها. واحد من أهم الرسامين والحائزين على عدة جوائز هو يلي رسم كيت بالغة من العمر 31 سنة، وأكد أنها كانت متعاونة كتير والتعامل معها كتير سهل. المغنية الشهيرة بريتني سبيرز اتخذت قرارين مصريين، الأول إعلان انفصال عن خطيبها جيسون تروويك، وتاني قرار هو انسحابها من مهمتها كعضو بلجنة تحكيم برنامج The X Factor. أول قطعة من السجادة الحمراء تم وضعها أمام البيفرلي هيلتون أوتيل قبل حفل الجولدن جلوب. فريق عمل عم بيشتغل على مدار الساعة ليكون كل شيء جاهز لاستقبال نخبة هوليوود. الحفل هو رقم 69 وخلاله رح تتوزع الجوائز لأفضل الأعمال بمجالي السينما والتلفزيون. أعلن عن وظيفة شوي غريبة طرح على إحدى المواقع البريطانية من قبل The Circus of Horrors، وهو مطلوب صبي أو بنت بيعانوا من حالة مرضية بتخلي الشعر ينمى بجسمهم بطريقة كثيفة كتير، وشكلهم المفزع رح يسمح لهم أنهم يلاقوا وظيفة بالسيرك. بهذا نأتي إلى ختام النشرة. عطلة نهاية أسبوع ممتعة، تابعوا دائما أخبارنا MTV Lebanon News على تويتر، MTV Lebanon على فيسبوك. ونشير أن موقع MTV الإلكتروني يتعرض لعملية قرصنة واسعة منذ صباح اليوم، ولمتابعة أخبار MTV يمكنكم زيارة الرابط التالي w1.mtv.com.lb-news. القسم الثاني حوار توجيه زميلة دنيز رحمي فخري مع عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دفراج. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.